بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشبال. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه مميزه جدا، هيكون فيها ضيفي وضيفكم في الجزء الثاني، نجم الاهلي السابق وحارس مرمى الاهلي السابق الكابتن امير عبد الحميد، هيكون معانا ان شاء الله في الجزء الثاني. لكن في البدايه بنبارك للنادي الاهلي، بنبارك لجماهيره. النهارده النادي الاهلي بيفوز بجائزه من اهم الجوائز الموجوده في الوطن العربي، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي للنادي الأهلي كأفضل مؤسسة رياضية لعام 2021. أكيد إنجاز مهم وبطولة مهمة. نروح نتعرف أكتر عن تفاصيل الجائزة، ومعانا على التليفون الأستاذ ناصر آل رحمة مساعد الأمين العام بمجلس دبي الرياضي ومدير الجائزة. تحياتي ليك يا أستاذ ناصر، ومشرفنا ومنورنا على قناة الأهلي. حياك الله استاذ اسامه، يا مرحبا فيك وبمستمعينك الكرام. النهارده جماهير النادي الاهلي يا استاذ ناصر تلقت خبر سعيد بحصول النادي الاهلي النهارده على جائزه محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي كافضل مؤسسه رياضيه لعام 2021. كلمنا اكتر ازاي النادي الاهلي حصل على هذه الجائزه في ظل ظروف صعبه. أول شيء أحب أبارك لرئيس مجلس إدارة نادي الأهلي للرياضة البدنية سعادة محمود الخطيب، الأسطورة سعادة محمود الخطيب، وبارك لجميع أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي النادي الأهلي، وبالإضافة إلى المخضرم الدينامو الدكتور سعد شلبي، ولجميع جماهير النادي شباب النادي الاهلي على فوزهم في جائزه محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي، اللي هي مثل ما تفضلت حضرتك ان هي يمكن الاكبر على مستوى العربي ويمكن اكبر على مستوى العالم في المستويات. حقيقة. وثلاث مستويات في جائزه محمد بن راشد آل مكتوم، اللي هي عبارة عن المستوى المحلي على مستوى دولة الإمارات، المستوى الثاني العربي، والمستوى الثالث اللي هو العالم. يمكن في فئة المستوى العربي ما شاء الله تبارك الرحمن نادي الأهلي حصل على الجائزة في هذا العام عن السنتين الماضيات، هاي الدورة الحادية عشر، وهذا مو بغريب على نادي الأهلي، نادي كبير إنجازاته كثيرة على مستوى العربي، يمكن نموذج يقتدي به جميع الأندية العربية، ليس بشهادتنا نحن، بشهادة الجميع. وهذا النادي يمكن حصل مو فقط على الإنجازات أو أنه حصل على مثلا بطولات، لا هذا مو بغريب عليه، بس في أمور أخرى كان النادي الاهلي فاز فيها. عايزين نوضحها للناس علشان تعرف الناس كمان، يعني الجائزه كافضل مؤسسه عربيه كمان ل 2021. طبعا تعرف انت في فتره كوفيد. ايوه. كان يمكن سنتين يعني يمكن اكثر الانديه والجهات يمكن كان في نوع من انواع اللي يعني ما نقول ركود، يمكن خفوا، ماشي هذه البطولات، ما في هذاك التسويق، ما في على الانتاج. النادي الاهلي يمكن اخذ مبادره متميزه، جمع جميع الجوانب، يمكن الابتكار، استشراف المستقبل، يعني اطلاع على افضل الممارسات. نادي الاهلي هذه يمكن كان هذا في يعني مجلس الاداره والمنتسبين حاطين نصب عينهم ان كيف يسوون هالامور هاي في فتره الكوفيد، في ظل الظروف الصعبه وقتها. الظروف الصعبه شو حققوا اللي الواحد يعني يفتخر فيه؟ انهم حققوا تمويل ذاتي بنفسهم، تمويل ذاتي يعني. كانت يعني مبادرتهم هي داعمه للمؤسسات الرياضيه في التعامل مع الجائحه. في فتره الجائحه هاي كانت يمكن بعض المؤسسات شفناها نحن اخذت دروس ممتازه في العمل المؤسسي. العمل المؤسسي هو نجاح لاي مؤسسه، سواء من تسويق، من تمويل، من نتائج، وهذا كان ينطبق على وين؟ على النادي الاهلي. نادي الاهلي
ويمكن المبادره مالهم حققت عوائد ماليه للنادي، ومو فقط عوائد ماليه، كوادر بشريه ومعرفيه، وعلى حسب التحليل ولجنه خبراء التحكيم وفريق التحكيم اللي حكموا. طبعا هذه ولا واحد فيهم من الجمهوريه المصريه، كانوا كلهم من الخارج، وكان يراسها سعاده مصطفى العرفاوي اللي هو العضو الشرفي للجنه الاولمبيه الدوليه، وكان سابقا رئيس الاتحاد الدولي للسباحه يراسها، وفي خبراء من مختلف الدول ومن ضمنها اسواف اللي هي اتحاد الاتحاد الصيفي للاولمبياد الصيفيه. يعني اختيار الفائز في حياديه وشفافيه كبيره من المجموعه والمجلس. هي ما في شك. وعلى هالاساس يمكن هاي المبادره اللي هم سووها الخبراء هذين فريق العمل، قالوا هاي مو فقط في خلال سنه ولا سنتين، النادي الاهلي بيستمر في هالمبادره واللي سواه لعده سنوات للامام، وكان نموذج لباقي المؤسسات والانديه. وهذا يعني تقدير من جائزه محمد بن راشد ال مكتوم الابداع الرياضي، ان استحقاق بجداره النادي الاهلي فاز في هذه البطوله، وان نحب نبارك لهم جميعا صراحه، المنتسبين، اعضاء مجلس اداره، الجمهور، الكل من يسمع هاي الجائزه على مستوى رفيع، وان شاء الله بيحظون بتكريم رفيع المستوى وتقدير رفيع المستوى والوسام اللي بيكون في 9 يناير 2022 في مقر اكسبو دبي 2020. 9 يناير ان شاء الله ده تسليم الجائزه. كلمنا برضو يا استاذ ناصر اكتر عن اليوم ده، يوم الحفل والتفاصيل اكتر، يوم 9 يناير ان شاء الله اللي هيكون متواجد فيه اكيد النادي الاهلي بامر الله. نعم ان شاء الله تاريخ 9 يناير كل المكرمين بيكونون متواجدين، وعددهم مختلف من دول العالم او المؤسسات العالميه او المؤسسات العربيه او المؤسسات المحليه، سواء مؤسسات ولا فرق ولا افراد، بيكون عددهم 28 شخص يعني او مؤسسه. بيكون ان شاء الله الساعه 11 بتوقيت الامارات تاريخ 9 يناير صادف يوم الاحد، بيكون في القاعه الشماليه للمركز الدولي للمعارض في مقر اكسبو، وان شاء الله نتمنى اكثر عدد ممكن يكون متواجد في هذا المحفل الكبير اللي هو نقول عصفورين في حجر، محفل اكسبو فريد من نوعه، خاصه هالاكسبو يشمل فعاليات واحداث رياضيه بالاضافه الى الفعاليات اللي هي معروفه في اكسبو. والشغله الثانيه اللي هي جائزه محمد بن راشد المكتوم للابداع الرياضي، تحمل يعني اسم كبير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، نائب رئيس دوله، رئيس مجلس الوزراء، حاتم دبي. كل الكل حد يتمنى انه يحصل على هذا الوسام وهذا الشرف في التكريم. حضرتك بتتكلم استاذ ناصر عن الفتره اللي كانت صعبه في العالم كلها ولم يتاثر بها النادي الاهلي، فتره كورونا كوفيد 19، ايضا النادي الاهلي على المستوى الرياضي بيضيف بطولتين قاريتين للنادي الاهلي، بطوله افريقيا التاسعه والعاشره، ده برضو انجاز يعني يحسب من ضمن الانجازات، وايضا تكريم النادي الاهلي في هذه الحفل. ما في شك، يعني انا جوانب الانجازات يعني لامعه امام كل حد. تمام. وعارفين نادي الاهلي شو حصل. انا يمكن اتطرقت للاشياء اللي هي يمكن الناس غافله عنها او مو بعارفه اسمها، او مثل ما تقول النادي الاهلي يشتغل فيها كعمل مؤسسي، اما الانجازات او ميداليه اولمبيه او ميداليه افريقيه، كل حد واضح امامه، يعني واضح وضوح الشمس، وهذا مو بشيء غريب. يعني انا اكرر واعيد اقول مو بشيء غريب على نادي الاهلي صراحه، يعني الكل منتسب يفتخر في نادي الاهلي. التواجد المصري في هذا الحفل وهذا التكريم اللي هو الاكبر في الوطن العربي لم يقتصر على النادي الاهلي فقط، ايضا موجوده في ريال اشرف وآية مدني، اثنين من ابطالنا برضو المصريين هيكونوا متواجدين في هذا الحفل. نعم، الحمد لله رب العالمين. يمكن الجمهوريه المصريه كل سنه من بدايه الجائزه الى اليوم نهايه الدوره 11، كل سنه فيها حد من الجمهوريه المصريه، يعني ما شاء الله انجازات وراء انجازات وراء انجازات، ونتوقع الفتره القادمه يكون انجازاتهم اكثر
بالفلسفه اللي تتبناها الجمهوريه قياده والشعب. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ ناصر، ودايما بتجمعنا علاقه طيبه باشقائنا في دوله الامارات الشقيقه. بنشكر الاستاذ ناصر ال رحمه مساعد الامين العام بمجلس دبي الرياضي ومدير الجائزه، وكنا حابين النهارده يكون متواجد معانا علشان يحطنا في كافه التفاصيل ان شاء الله اللي هيكون موجود فيها النادي الاهلي يوم 9 يناير في هذا الحفل اللي هو الاكبر في الوطن العربي، وقال كمان بل في العالم كله.